هعمل تاني وصف في حلقة النهاردة اللي هي بسكوتي البرتقال. ومقادير البسكوتي 6 معالق كبيرة زبدة، 3 أرباع كوب سكر، 2 بيض، 1 معلقة صغيرة روح البرتقال، بشر 1 برتقالة، 2 كوب دقيق، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر. وللتزيين عندنا قش برتقالة مقطعة جوليان، 500 جرام سكر، 500 جرام مية، وواحد كوب شوكولاتة مذابة. هنحط الزبدة والسكر وهنضربهم مع بعض، وبعدين هنحط البيض معهم واحدة واحدة، وممكن نضيف من دلوقتي بش البرتقانة علشان الزيوت بتاعت قش البرتقان تبتدي تطلع وتديهم النكهة والريحة الحلوة. هنحط روح البرتقان مع البيض وبعدين نبتدي نضيفه واحدة واحدة. هنخلط البيكنج باودر مع الدقيق وبعدين نضيفه على الخليط اللي في العجينة. وبكده يبقى عجين البسكوتي جاهز. هناخد العجين ونحطه في الصينية ونبتدي نبططه كده شوية، نحاول نخليه مقاس واحد على قد ما نقدر. وندخل الفرن على درجة حرارة 160 وهيقعد في الفرن حوالي 20 دقيقة. وهو بيطلع بالشكل ده من الفرن، وبنقطعه بالورب بالشكل ده، وبعد كده بنكمل سواه علشان يتحمص من الناحيتين ويبقى بيقرمش. هنقدم البسكوتي بتاعنا مع برتقان مسكر او قش برتقان مسكر. هنحط سكر ومية، برتقان جوليان بالشكل ده، واخدين قش البرتقان بس من غير الأبيض بتاعه، شايلين الأبيض بس البرتقاني ومقطعينه رفيع، وهنحطه مع المية والسكر. هنخليه يغلي الأول، وبعدين أول ما يغلي هنوطي النار وهنسيبه لحد ما اللون بتاعه يبقى شفاف وبيلمع. دلوقتي نزوق البسكوتي مع بعض ده بيبقى شكل البرتقال الجوليان بعد ما بقى طلع من النار. زي ما احنا شايفين بيلمع ولونه بقى شفاف. هناخد الشوكولاتة وهنبتدي